معنا من الرباط عبر الأقمار الاصطناعية بروفيسور الطيب كبداني، الأستاذ بكلية الطب بالرباط والمختص في علاج الأمراض السرطانية. مساء الخير سيدي. مساء الخير. ونحن نخلد اليوم العالمي لمكافحة داء السرطان، نتساءل ما هو موقع المغرب إقليميا وعالميا بخصوص الإصابة بهذا الداء الخبيث؟ شكرا على الاستضافة. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي لداء السرطان، وهذه فرصة باش نتحدثوا على هذا المرض وباش نجاوبوا على بعض الأسئلة وبعد ونوضحوا بعض التوضيحات. مرض السرطان في العالم وفي الدول المتقدمة كيشكل واحد المشكلة كبيرة للمنظومة الصحية وكذلك في المغرب. السؤال اللي كنطرحوا واش النسبة عندنا في المغرب بحال الدول الأوروبية والدول المتقدمة؟ لا، النسبة في الدول المتقدمة هي مضاعفة بالنسبة في المغرب. إذن حوالي حنايا الإحصائيات حوالي 35 حتى 40 ألف حالة جديدة في المغرب، ألور في الدول المتقدمة هناك ضعف هذه الحالة. إذن سرطان هو مشكل للمنظومة الصحية في الدول المتقدمة، وحتى في بلادنا هو مشكل للمنظومة الصحية. دعني أستاذ بروفيسور أستثمر وجودك معنا هنا لتطلعنا أكثر على الأسباب الرئيسية المسببة لداء السرطان وحتى الأنواع الأكثر شيوعا. ما هو داء السرطان؟ داء السرطان هو ناتج عن خلية واحدة كيوقع فيها واحد مشكل في الجينات ديالها وكتبقى تكاثر بواحد الشكل عشوائي ولا جنوني لعدة أسباب، منها الأسباب المعروفة ومنها الأسباب الغير معروفة. السرطان، الخلايا السرطانيه كتقيس الاعضاء ديال الجسم كلها، كتقيس الاعمار كلها. ما هي الاسباب اللي كتجعل هذه الخليه كتكون خليه سليمه كترجع خليه سرطانيه؟ بين هذه الاسباب اولا نمط العيش. حاليا دراسات ثبتت بان الاكل ديالنا، الماكله اللي كناكلو فيها مواد مسرطنه بحال المعلبات، بحال كثره اللحوم. هناك عادات سيئه كالتدخين، التدخين السيجاره تساوي 50 ماده سامه، ماده مسرطنه، الكحول. اذا السيجاره، هناك سرطان الرئه، سرطان الفم، سرطان البلعوم، سرطان المعده، سرطان البنكرياس، سرطان القولون، عده سرطانات علميا ثبتت بان عندها علاقه وطيده مع السيجاره. هناك بعض العادات السيئة كالكحول، هناك الفيروسات، سرطان عنق الرحم عنده علاقة وطيدة بلاش بي في فيروس كيتسمى لاش بي في. هناك عدة عوامل، عوامل غذائية 30%، هناك عامل جيني اللي ماشي كثير 5% هي العائلات اللي عندها كتنتشر بكثرة لأن عندها عوامل جينية كتعطي سرطان. بروفيسور، حدثنا عن المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل علاج السرطان، وهل نتوفر على الوسائل الضرورية لذلك؟ العلاج السرطان حاليا هو ماشي العلاج ديال هذه 5 أو 10 سنوات. هناك جوج ديال المراحل، مرحلة ما قبل 2005 ومرحلة ما قبل 2000 ما بعد 2005. و2005 تأسست مؤسسة لالا سلمى لعلاج للوقاية وعلاج داء السرطان، ومع وزارة الصحة كاين واحد طفرة نوعية، واحد نقلة نوعية في العلاج. قبل كانوا جوج ديال المراكز، مركز في الرباط، نصف المملكة كيمشي، نصف الشمالي كيمشي للرباط، نصف الجنوبي كيطلع الرباط. حاليا هناك أكثر من 8 مراكز جهوية في كل جهة، في الشرق، في الشمال، في الجنوب، كتقرب العلاج وكتقرب التشخيص للمواطن مع دور الحياة بالنسبة للمرضى اللي كيكونوا بعادين على المنازل ديالهم، لأن العلاج السرطان كما يعرف الجميع هو علاج طويل الأمد، وخص المريض ينضبط العلاج إلا كانوا نتائج، إلا بغينا نتائج شفاء عالية خص المريض ينضبط للعلاج. بروفيسور طيب كبداني، الأستاذ بكلية الطب بالرباط المختص في علاج الأمراض السرطانية، كنت معنا من الرباط، أشكرك جزيل الشكر.